سهام الأمين العام لجبهة تحرير الوطن عما صعدني في كل الاتجاهات لم ينجو منها حتى وزيره في الحكومة طه خاوة الذي لا يؤيد أطروحة زعيمه في الحزب الذي بح صوته وهو ينادي بحتمية أن تقود الأغلبية الحكومة القادمة. صعداني يقول: هذا الوزير ناطق رسمي باسم الحكومة ولا باسم الرئاسة؟ الأمين العام للحركة الشعبية يقول لسعداني لن تكون الأغلبية في 2017، وسعداني يرد عليه بتهكم ويقول: عندما يدي عمارة بن يونس الأغلبية نصفقوا له ونجي وراه، هذه الديمقراطية. صراحة سعداني تجاوزت كل الحدود، فبعيدا عن النفاق السياسي سعداني يشدد: لا أثق فيك يا يحيى ولا أثق في كل السياسيين، والحكاية القديمة لن تعود يا يحيى. الثقة السياسية لا تمنح إلا لرئيس الجمهورية، ما عدا رئيس الجمهورية لا ثقة في السياسية فيه. علاقات الشخصية نحن سمن على عسل. وكعادته سعداني يفتح النار على المعارضة التي يقول أنه لا يعجبها العجب، لا تفقه إلا في أحاديث الانتخابات والتجمعات والتظاهرات. اسمعوا رانا في الصيف في جوان وجويلية باش نوضوا ونديروا فوضى. إيه وبان نقولوا واش رامي يقولوا؟ رامي يقولوا البلاد مش بخير، مي رانا نقولوا لك باللي داعش رامي يضربوا فيها في ليبيا، انت تقول لي باللي الانتخابات الجايه في 2017 نتكلموا عنها هي قبل داعش. من الارسيدي الحمص لايمهم انت وقابلهم، كلهم متفاهمين على ان اللي يجري في البلاد موش مليح. ما هو البديل؟ بديل نديروا انتخابات. بعيدا عن حروب سعداني مع حلفائه السابقين وخصومه السياسيين في المعارضة، سعداني يحشد همم المحافظين اليوم ويستنفرهم تحسبا لتشريعية 2017 التي لن يرضى إلا بأغلبية مقاعدها.